ماشي مش شو تقولين؟ ها تخبل واو. ايه تخبل واو. كلش واو وبيها انترنت. ايه شنو كان شعورك وانت قاعد جوا؟ شنو جوا كنت بالعملية؟ اي والله نفس شعور العملية، فبصمنا وكملنا انا والاطفال. مرحبا اصدقائنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم رايحين حتى نجدد الاقامات. صار فتره ما نروح، يعني هاي فتره كورونا كلها ما رحنا لان هم يدزون لنا البيت، بس هسه الحمد لله الوضع شويه تحسن، فزعوا علينا قالوا لا لازم تجون وتبصمون. ف اليوم ان شاء الله رايحين نكمل كل شيء. تعالوا يا يعني نراويكم بعض التفاصيل. هسه طبعا رحنا احنا اول مره المدرسه حنوش، اخذنا ورقه سموها شول بشاينغونغ على مود لازم نقدمها هماتي ويا الاوراق، وهسه ننتظر شمس راحت المدرستها هم راح تجيب نفس هاي الورقه حتى بعدين نروح. بعد ناخذ صور مو بعد لازم ناخذ صور، والموعد مالتنا ب 11. وين نخلص هذا الوقت نتريق؟ بس تونا قلنا بنتريق. هسه وصلنا هنا راح ناخذ صور. اول شيء شو موسى تاخذين صور؟ لو تبقين على بنيش لا بديت شنو يا معوده عادي خليهم عادي راح ناخذ صور نكمل بعدين يصير الموعد مالتنا. ها شكو ماكو اليوم ماكو مدرسه كلهم اجوا. هنا محمد. ها محمد ده تسوي وين رايح؟ رايح وياكم هيجي رايح ويانا؟ رفيق ماي رفيق. وهذا دومي. شنو هاي؟ شنو هاي حلو؟ شنو؟ قاط لابس قاط ياخذ صوره. هاي جبتي ماما هنا تاي صور صور على مود الكلاس. شو مال مايك مكتب؟ بس انه صورت بعد من دومي؟ اي دومي بعد ادم. هذا ادم شلون يقعد؟ طهيه؟ هذا اي جذوه؟ طهيه بس الدنيا قاعده فيها ودومي سويه. اي تسولفون وياه حتى يلتهي. طبعا الجماعه هنا جاعوا وبعد للموعد تقريبا 3/4 ساعه وراحوا يشترون ريوق. اشترينا فطاير ريوق للأطفال. فطاير فطيرة؟ اي بس وشك هذه الفطاير حلوة هي مو حلوة؟ لا محمد ده توزع. أوزع قصعة مناقيش. مناقيش طبعا هاي هم السوريين سموها مناقيش، احنا نسميها فطاير. لا هاي مو هي. المناقيش لا شلونها؟ ديتها مثل مثل البيتزا. اه طبعا انت تريدين وحدة؟ اني؟ لا لا ما اريد. لا والله لان طلعتني جوا الك. انا عندي كيتو ما اكل هاي الشغله. يريد ياكلها. عندنا بعد وقت ساعه فخلي ياكلون يشبعون حتى ما يبقون جوا جوعانين يقولون. وانه تواليت في هاي يردون. وين رايحين؟ ها وين رايحين؟ ما تقولوا لي هي خطوتين. طبعا هاي المصوره صارت ورا ظهري كلش شاطره. كنت حايره شلون اخذ صوره لادم. شو ماكو بس قاعدتني قاعد تصفح وهو قاعد على الجهة الثانية ورأسا أول لقطة ورق عنب. هذا حمد لو هاي شجرة نفس الشيء. شلون تقول ورق عنب شلون؟ نفس الشيء والله. لا يا بلا لا شو لا هاي شجرة بس هو نفس ورق العنب بس هو مو ورق عنب. ها إنه ها. سلمي عليهم. ها علي الوح بالهاي مكتوب بالون. هاي مو بالون هذا كورونا تيست. ايه ها حنوش سلم عليهم. دائما يسألون عليك يقولون حنوش حباب. نسمع صوته حلو لو مو حلو. يلا سلم عليهم. هلا اصدقائنا شلونكم؟ شو اخباركم؟ عافية. وياي ما تحكي بس وياهم. اي طيتك الكاميرا غير تحكين؟ يا رجع تفسريني. ما سالك. ايه. يقولون شموسه ليش ما تسوي قناه؟ قلت لهم عندها انستغرام. انستغرام.
شلون هالبيتزا؟ طيبة؟ ها محمد؟ ها شلون هالبيتزا؟ مو بيتزا هاي بعد كانها صمونة عراقية ايه ومحشاية بس شو محشاية؟ ايه شو محشاية؟ لحم لحم وسجق قال لي محشاية بس لحم بس شلون طيبة؟ بالطعم كسر الضلوع يا ضلوع بس رغم هذا انا ما اكل كانت تمطر بيوم يعني يقول اليوم نسوي تحدي هو يسوي فري بوحده فهو هسه دا ياكل فطاير بعد شوي راح يسوي تحدي اليوم راح نسوي لكم تحدي الدجاج الشوي بس انا مستحيل اكل لا 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 هذا المكان كان هو قبل القصر وهسه نستغلي مسوينه هو للجوازات واي واي دوائر بهذا المكان كلهن وهناك هسه شوفوا ذيك المنصه هاي هنا اللي يتزوجون يوقفون هنا ويحتفلون هنا بالضبط من هناك صعد العروس ومن هنا العريس والناس ينزلون يوقفون جوا وبعدين يوقفون هم بالوسط يحتفلون بهم ويتزوجون قبل كانوا يتزوجون الملك والملكة يحكون ويا الناس واخيرا طلعنا صار لنا تقريبا ساعه جوا اي من العشاء وين رايح محمد ليش شارد ليش شارد ما شارد بس بعد هسه بس ساعه ما عاش الا ربع بعد وقت عادي نص ساعه فوق الباك يلا فطلعنا ها محمد ها شلونك شو انت لابس كمامه شنو كان شعورك وانت قاعد جوا شنو وين كنت بالعملية؟ اي والله نفس شعور العملية، فبصمنا وكملنا انا والاطفال ان شاء الله ان شاء الله ادعوا لنا راح ناخذ الجواز الالماني دفعنا فلوس له وكل شيء ان شاء الله يا رب. هسه وين رايحين محمد؟ انت ليش لابس ماسك؟ العالم كله ذاب بالماسك. صدق والله. اي والله ليش لابسها يا اخي؟ ها؟ هسه وين رايحين؟ هي الماسكة تمرض. اي والله ذاك اليوم واحد الدكتور سوالف يقول الماسكة هي أصلاً تمرض الواحد مو صار عندي تحسس من وراها فهسه وين رايحين محمد؟ نشتري ماكي راح أشتري لهم أربع دجاجات لو خمسة دجاج شوي حتى اليوم تحدي ما بيها مجال أوكي؟ يلا خلينا نشوف شنو راح ناخذ وياه أكيد راح يصير تحدي حلو التحدي شوفوا قناتنا التحديات اللي هي اسمها تحديات دنيا ومحمد لا تفوتكم هناك تحديات كلش حلوه يلا ها هم لابسه ماسكه شمس شو تريدون شو تي هم لابسه ماسكه شمس ما في ما متعوده ما انا ما هذول حتى بالبيت لا باقي لابسيها الماسكه ما يدبون انا شو اسمه انا راح افوز بهالتحدي انت تفوز تحب الدجاج الشوي ايه اوكي يلا هذي تو هاي المدينه مالتنا خاف ما شايفيها شويه هيك القوا نظره محل يعني سوري والاكل كله حلال مكتوب مثل ما تشوفين مكتوب بالعربي هماتين فلافل والدونر الدونر يعني القص العربي والدجاج الشوي هسه احنا وين رايحين؟ رجعنا لحظة راح نروح للبيت نسوي التحدي اللي ما راح نقول لكم شنو هو وانتم روحوا هناك وشوفوا شنو هو التحدي ما اعرف يمكن اصلا ماما قالت لكم وين يروحون؟ لا ما قلت لهم بس انا اقول التحدي انت دائما تقول تفوز لا اليوم صدق انا اقول بالكباب هم قلت انت تفوز واكو يوم انت ما فايز؟ ما انا يوم شلون؟ خاصة بالباكر ها حنوش؟ شلونك بالباكر؟ شو تضحك؟ انا بالكباب فزت بالكباب فزت؟ بالكباب اي صحيح بس شوفوا موبايلي اني شان شو استخدمه على شنو بي فلوسي بي تكتاتي بي كل شيء يعني اني اذا ما شريت يعني دا يضيع الموبايل يضيع كل شيء وياه خوش والله بس انا يضيع مني يضيع مني شو يسموها هاي المحفظه ما احبها بعد منكم تحب الموبايل لان الموبايل اهتم بيه اكثر من المحفظه ودا اهتم بيه اثنين هن بس يعني من قبل شويه قام يدور على الموبايل عد ماما كان ما ادري ادري رجليكم والقبر وشابكته هيك وهاي مو عيب عليكم ما تستحون شنو هاي؟ رجال شايب هذول منا صغار ها هذول صغار هذول عادي يعني خليهم بس هذا كبير لا هاي صدق محمد تهيج تحشي؟ لا شنو رجال كبير مسوي هيك يعني ما يستحي ما عيب عليه ايوه مرايته ها
والله. يعني عادي يصير؟ عادي. يلا عادي العادي. هاي التحضيرات مال التحدي لازم هذا الصحن نجيبه. كلنا ناكلهن؟ طبعا اليوم ذني كلهن ناكلهن. راح اجيب لكم بعد حمص بطحينه وبلاصات. طبعا هسه تغدينا وسوينا تحدي قناتنا التحديات وعسر ركض ركض هسه راجعين للموعد مال مدرسه الشمس. راح اروح راح احاول شويه مختطفات اصور لكم. اي لو تشوفون مدرسه سرعه كلش حلوه هي. وراح اختار اللغه اللي راح اسويها يعني راح اتعلمها. اكو لغات جديده راح تدخل بالدراسه فهي تختار لو فرنسيه لو ما اعرف. لاتاين الثانيه. لاتانيا؟ ما لاتاين بس مو ايطالي. لاتاين يعني شنو؟ والله ما اعرف هاللغه. اي فهواي لغات راح تدخل فهي لازم تختار لغه اضافيه. يا هاي شنو دخلنا شغله واحنا واقفين بالمصعد على بالي دا ينزل. فهي لازم تختار بعد لغه اضافيه للانجليزي وللالماني وبالاضافه هي عندها عربي. أيه. لازم يصير عندها اقل شيء 5 لغات لما تطلع من هاي المدرسه ان شاء الله خير. قدها شمس نتوليش جوزت على مغير شمس نتوليش يعني شنو قلي لهم لا اخ ماي جاد شنو يعني نتوليش اي بالتاكيد يعني بالطبع بالطبع هيك تطبينا. هذا شارع مدرسي نهايه الشارع تطلع هي. هسه نراويكم شوي يعني اذا قدرنا نصور لكم لان هي من الداخل بعد تخبط. هاي مدرستي. واو تخبل كلش حلوه. طبعا هي هاي من فوق البناء على شكل 8 شوفوا. ايه. هاي حلقه وذيك من هناك حلقه. ما شمس شو تقولين؟ ها؟ تخبل واو؟ اي تخبل واو. كلش واو. وبيها انترنت؟ اي هذا الانترنت ذاك. وصلنا بيه. شمس شنو شعورك؟ هاي هنا هيك شويه لقطات اخذنا لكم. ايش قد حلو جنن. اي لما يصير مال بايدن. طبعا هسه رجعنا احنا رجعنا من المدرسه تخبل شلون المدرسه؟ ما اعرف شنو هاي يعني واحد بس يريد يجي بيها ما يريد يروح للبيت. كلش حلوه. هي بيها يومين بس يومين نضل بيها للاربعه. وبيها يعني ما قدرنا نصور احنا بالكاميرا هاي لان نستحي بس يعني اذا تردون تشوفون المدرسه ورا زوما في عين يعني ورا عطله العطله الصيفيه ورا شهر الثامن. ايه؟ راح تجي تداوم شمس هنا راح اشبعكم ستوريات. طبعا بيها شلالات بيها بحيره نافورات. اي بيها نافورات بيها مطعم كبير. شنو بعد الله بعد بيها بيها مكان مثل المكتبه. آه هاي بالفرصة بيها كمبيوترات وكل شيء يعطوهم الكود وهم يدرسون. يعني او اي شيء يردون يشوفوه بالفرصة بالكمبيوتر هم يروحون بهاي القاعة. ايه هي هاي. وبيها كلش هواي شغلات يعني ما تنوصف كلش خبه. حلوة هيج فوق الخيال يعني ما تخيلون انه هاي مدرسة يعني يعني مدرسة متوسطة عبالك جامعة وهيج الشيء. واحلى احلى يعني كلش يعني جد ما حتى الكراسي تختلف يعني الكراسي ما اعرف شوية أنا يعني صورت لكم شفتوا يمكن. أيه. هذول المقاطع شوية هاي باب السكرتارية صورت لكم هاي المكانات. أيه. ينتظرون بيها وهاي. اي هاي ينتظرون بيها. اي بس أنا صور لكم ستوريات إذا تردون تشوفون مدرستي الجديدة روحوا تابعوني هناك. تابعوها يابا حتى تشوفون ستورياتها وتشوفون مدرستها. اي ويلا.